أهلا بكم في النص في 90 ثانية. جاءتنا مجموعة أسئلة كلها تصب في نفس المجال، لماذا ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير بحدود 4 إلى 5% رغم الارتفاع المفاجئ والكبير في مخزون النفط الأمريكي؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال علينا أن نجيب على السؤال لماذا ارتفع مخزون النفط الأمريكي. ارتفع مخزون النفط الأمريكي بسبب انخفاض كبير في صادرات النفط. لماذا انخفضت صادرات النفط الأمريكية؟ الجواب بسبب ارتفاع أسعار الخام الأمريكي نسبة إلى النفط الأخرى، بسبب الفروقات السعرية. الفروقات السعرية بين خام غرب تكساس وبرنت مثلا انخفضت بشكل كبير إلى حوالي 50 سنت. لماذا تضاءلت الفروقات السعرية ولماذا ارتفعت أسعار الخام الأمريكي في هذه الحالة؟ السبب أنه عندما انفتح الاقتصاد الأمريكي وزاد طلب المصافي على النفط، أخذوا هذا النفط من كوشينج ومركز تخزين كبير يأتيه النفط عبر أنابيب من عدة أماكن بما فيها كندا وشمال أمريكا. فعندما سحبت المصافي هذا النفط من كوشينج، المفروض أن يأتي بديل من كندا ونورث داكوتا، ولكن بسبب عوامل الطقس، بسبب عوامل تقنية، بسبب عوامل الصيانة، ليس هناك كميات كافية تأتي إلى كوشينج، فانخفض مخزون كوشينج بشكل كبير، فارتفعت أسعار كوشينج، فتضاءلت الأسعار الفروقات السعرية، فانخفضت الصادرات الأمريكية، فارتفع المخزون. الإشكالية الآن كيف ارتفع المخزون وترتفع الأسعار في نفس الوقت؟ السبب هو المضاربات. المضاربون اقتنعوا بعد ما حدث يوم الاثنين من انخفاض كبير أن أسعار النفط ستستمر بالانخفاض، فقاموا بشراء العقود أو بيعها بناء على ذلك، ولكن فجأة ارتفعت الأسعار فوقعوا في مأزق ويحتاجون إلى تغطية تلك العقود، وبناء على ذلك قاموا بشراء المزيد من العقود، فزاد الطلب على هذه العقود وارتفعت الأسعار. أكرر هنا كلمة عقود لأن هي الكلمة، أنا لا أقول أن النفط، أن الطلب على النفط زاد، الطلب على عقود النفط، لأن هذه براميل ورقية، وبالتالي كانت الأمور للتغطية فقط. والسلام عليكم.